مرحبا بكل مستمعي ومستمعات، انتم مازالين معنا ومازال حاضر معنا سعاد الهاشمي اخصائيه في التروي الطبي والفيزيائي. كنتكلموا اليوم على كيفاش يمكن لينا نحيدوا ديك الخنقه اللي كتكون عند الوليدات وخاصه في الانف، يعني اللي شفنا كثير من الامهات انهم فعلا تيحلوا كيفاش يحيدوها، لان كيتاثروا بالغوات ديال الوليدات ديالهم، كيعرفوا انهم كيقصحوهم. اليوم نشوف مع التقنيه وغنشوفوا بزاف ديال الامور. شفنا اول شيء اشنو هي الاشياء اللي خاصنا نحترموها في حاله كان شي واحد فينا يعني ضربوا البرد، كان الوليد ديالنا مخنوق، كان الوليد اقل من 6 شهور، انا ما خاصناش نديو الاماكن اللي هي عامه بزاف باش ما يتصابش بامراض اللي تقدر تؤدي لهذه الخنقه وتقدر تؤدي لامراض اخرى. قبل يعني ما نسمعوا حب يا حب تكلمنا على واحد المساله اللي هي مهمه، ملي تمشيو عند شي عائله عندها وليد صغير، ما نعرفش كاش كنديروا ليه، ربما محبه كتتبوسي الوليد، هذا كنشوف بعض الامهات اللي كيتحرجوا وكيحشموا انه يقول لك عافاك ما تبوش الوليد ديالي، بوسو غير في يدو. كاين اللي كنخافوا لا ما يقبلهاش لا يتقلق لهذا. اليوم غنشوفوا ربما اضرار القبل على الوليدات الصغار، على الرضع فين كتوصل. وي فهذه النقطه اللي فريمون كنت تفركل عليك جميله، هي اللي كنت جايه باش نشير ليها، هي لو بيزي. ف افكتيفمون خصنا نعرفوا هذه المساله ونقولوها حتى الاسره ديالنا. ف لي بيزي، لان كيف ما قلت هذاك الفيروس بعدا اللي كيسبب لا برونكيوليت عند الاطفال اقل من 6 شهور خصوصا، وحتى هاد لا برونكيوليت كتسبب الاطفال اقل من سنتين. نعم. ولكن اقل من 6 شهور كتكون شويه يعني صعيبه شويه. فوالا دونك احنا هذاك لو فيروس كيمكن له تكون لا ترانسميسيون ديالو حتى عن طريق لا ساليف. داكا دونك هنا غنفهموا، وكما قلت فكيقدر يكون انسان بالغ انادولت اللي فيه الرهواح وشي حاجه ولكن ما حاسش به نهائيا، كاين اللي كيدوزو ما حاس بوالو كاع فريمون ما على بالوش والو، ولكن ملي كيدوزو لذاك الطفل المسكين الصغير فالمعاناه هنا كتبدا. اذا هذا الشيء علاش كنبين علاش القبله ما خصهاش تكون بالنسبه للاطفال سورتو قل من 6 شهور. يعني العائلات لي غرون بارون هادي شناها كاملين، اننا ملي كنقول لهم ما تبوسوهمش كيتقلقوا، شناها كاملين هاد المساله هادي مع لي بيبي ديالنا. ولكن انا كناكد وكنعاود ناكد بانها مساله صحيحه، وخصوصا كما قلت في هذا الوقت ديال الخريف والشتاء اللي كيكون منتشر هذا الفيروس. فنتفاداو ما نبوسوش لي بيبي في الوجه ديالهم، ونقول واحد ماشي غير لي غرون بارون، حتى حنا حتى باه حتى ماما حتى خوتو الكبار ما نبوسوش لو بيبي في الوجه ديالو. وفي هاد الفصول ما نبوسوش حتى في يديه، لان الفيروس كيمكن يلصق في يد البيبي يدير يدو في مو. كيما قلت لك الفيروس كيشد حتى لسبعة السوايع هو في البلاصه فين تحط. دونك فريمون ايفيتي، ما خصناش نبوسوا لي بيبي في الوجه ديالهم، ونتفاداو حتى الايدي ديالهم، ونبوسوهم في الكريشه في الرجيلات، ما نبوسوهمش لا كاع كاع سي فغي، حفاظا على صحته. يعني انسان سي فغي من تيجيو لي غرون بارون ولا الناس ولا تيبوسوهم حبا، ولكن الا فهموا هذه المساله وما باسوهمش فهذا غيكون تعبير على الحب ديالهم اكثر واكثر، لانهم حافظوا على الصحه ديال هذاك لو بيبي. نعم. واحد النقطه وسمحوا لي، يعني حتى الوليدات ربما اللي كاين كيقول بوس خوك بوس حبيبه وكيكون فهمتي ويلا داخل مثلا يلا داخل وما يلا واكل نيفو سايل، وكنشوفوا انه تيبوس الوليد ولا هذا. باش قلت لك حنا بعدا حنا الاول لي بارون نكونوا حنا بعدا هما الاولين اللي كنبينوا لهذه المساله، حنا ما كنبوسوش لو بيبي في وجهه، فخصنا نعلموا الخوت وكبر منه حتى هما ما تبوسوش لو بيبي في وجهه. نعم. مازال نرجعوا لنقاط اخرى ونشوفوا كيفاش يمكن لينا تقنيه صحيحه كيفاش يمكن لينا نخويو الانف ديال الوليد ديالنا او الرضيع ديالنا، ونشوفوا امور اخرى اللي كتدخل دائما في النظافه وفي الحمايه وفي الوقايه كذلك، باش اننا ما نمشيوش انا الوليد يتخنق. وكيف قلتي الا جات هذه الخنقه اكثر من 3 المرات كتقدي تؤدي للضيقه، والضيقه كنعرفوا انها من الامراض اللي غدو كتنتشر في المغرب للاسف، يعني من الحساسيات اللي كتطور. فغنمشيو ونسمع واحد الاغنيه اللي جات في الموضوع نيت ديال النطاق، اننا بلا ما نبوس الوليدات.